رياض نعمة الله موصلي احترف صناعة السكاكين الخاصة بحرف ومهن مختلفة أو ما يطلق عليها اسم سفرجي منذ 25 عاما، ورث المهنة عن أبيه وأعمامه وبات اسمه وأبناؤه مرتبطا بها. سفارجي الكلمة المشهورة عن هاي المهنة اللي خاصة به. طبعا المهنة توارثتها عن والدي وأعمامي اللي تقريبا صار لي 25 سنة من بعدهم. المهنة عندي إبداع بها الحمد لله، أنه عندي شوق وعشق لها. يبدع رياض في مهنة السفرجي التي تتميز مدينة الموصل بها منذ القدم، وتحتاج للكثير من الوقت والجهد اللذين يمنحهما لها بشغف كبير. فعندك حد المقص الصاير هذا يجي، أكو طبعا كانوا الناس بالموصل تصنعوا هذا مقص الصاير الذهب، هذا الحداد مالته، مقص الحلاق. الحلاق إذا ما يكون مقص دقيق بالحد ما يشتغل. مقص الخياط، مقص الطبي، عندك مقصات انواع المقصات اللي مال زراعه. ويعتز رياض بمهنته التي حاول نقلها لمن رغب من ابنائه، فالمهنه بالنسبه له امان وضمان للمستقبل. والدي كان معلم، واضافه المهنه هذه هي مهنه اعمامي الله يرحمهم ماتوا كلهم. هاي المهنه اللي هي توارثوها، توارثناها عن اجدادنا. حتى اولادي حاليا انا عندهم علم بيها، واكو من يشتغل بيها، واكو من عنده معلومات عنها اذا يحتاج تجينا ظروف ان شاء الله يشتغل بيها. ويؤمن رياض السفرجي ان مهنته تحتاج الى عمل يخرج من القلب لكي ينجح، وبغير ذلك سيكون مصيره الفشل.